هل قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هل معناها أننا نتحدث عن أي شيء رزقنا الله إياه؟ بلا ريب أن هذا له فقه يا أخ يوسف، لأن يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب،